الفريق الذي يعاني كثيرا مشكلات عديدة يعاني منها الاتحاد في نتائجه وفي غياب أعضاء شرفه، وأيضا في جوانب عديدة كانت قد ألقت بظلالها على جماهيره التي تبحث عن العميد الذي عرف دوما بحضوره. نتابع هذا التقرير ثم نعود. جاءت خسارة الاتحاد أمام الهلال ضمن دوري زين مع بدء الإدارة الاتحادية عملية إعادة وتنظيم الفريق وبنائه من جديد، وهي الخطوات التي ينادي بها عشاق العميد بعد سلسلة إخفاقات كبيرة لم يكن ليعتاد عليها الاتحاديون. فاتحت الأبواب أمام سيل من الانتقادات من الإدارة واللاعبين. حرام عليك من داخل هذا الاتحاد، هذا الاتحاد من داخل، من داخل بيض الله وجهه، بيض الله وجهه، ما قصر. سيب لغيرك. الفريق خلى فيها شيء، ما في لعيب، والله ما في لعيب. يقول نعتمد على لعيبه شباب، في لعيبه شباب. عمره خضر هذا اللاعب، فهد فلات اللاعب، حرام والله. انا جاي وعارف ان فريقي خسران. المحاور قاعدين يلعبوا لك، يتراجعوا لك للنص، هجوم تعبان، هجوم مين مدخل لك الزازي، لاعب ما بدا عادي، مو عيب انك غيرته، مخليه للنص المباراه. اندوما جايبينه من برا عشان يدخلوك عمر خضري. اليوم احنا ما نطلب نفوز، نطلب اهداء روح. وبالرغم من عزوف شرفي جعل الإدارة في موقف صعب من أجل عودة الفريق إلى سابق عهده، إلا أنها تحاول جاهدة في لم الشمل الشرفي وترتيب البيت الاتحادي. وما الاجتماع الأخير الذي وصف بغير الناجح إلا خير دليل على أن الاتحاد يعاني داخل الملعب وخارجه. بالداخل وإدارته تعمل من أجل عودة العميد، إلا أن واقع الفريق يخالف طموح محبيه، فالمستويات غير مقنعة في ظل عملية إحلال يشهدها الفريق. حتى مع عودة نور لم يتغير شيء. جمهور الاتحاد يعيش حالة غليان، ويبدو أن صبرهم لن يدوم طويلا، فها هم منقسمين على حالهم بين مؤيد للإدارة وآخر يطالبها بالرحيل، بل أن بعضهم حمل أعضاء الشرف المسؤولية والغالبية العظمى. تدرك جيدا أن لاعبي الفريق أصبح حضورهم ضعيفا داخل الميدان، ولم يبقى لجمهور العميد إلا الصبر ثم الصبر ثم الصبر. محمد بن داخل الجهني وحيدا يصارع كل هذه الصعوبات التي تواجه الفريق، سأستمع للتعليق منك، لكن قبل ذلك اسمح لي أن أرحب بمن انضم لنا في هذه اللحظات، الزميل حسين الشريف الصحفي في صحيفة عكاظ والكاتب في صحيفة عكاظ. حسين مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك أخوي رجلا، وأحب أمسي عليك ومسي على ضيفك الأستاذ عبد الكريم الفالح أستاذنا، ومسي على المشاهدين، واتمنى ان اكون اضافه في هذا البرنامج. اهلا وسهلا. استاذ الكريم، كان لك تعليق اولا على مداخله عيد الجهني وما قاله، كان الرجل واضح في هذه المساله، ثم عبد الله غراب في حديث الاخير. هو عمليه تدخل فرق اخرى، او والاخطر من ذلك هو تدخل زي ما قال، او المع انه تدخل ناس من الاتحاد في عمليه المدرب. هذا شيء عيد الجهني. هذا شيء خطير جدا، يعني أنا لا ألومه بالنسبة للتكتم على المدرب، وكان المفروض يكون هناك تكتم على المدرب فيكتور الأولاني، ولكن إن شاء الله الاتحاد يعني يستطيع أو ينجح أن ينجح في أن يسير على الطريق السليم. الاتحاد لديه الآن وبحسب كلام الكابتن عبد الله غراب وبحسب ما نرى وبحسب ما نشاهد لديه مشاكل عديدة جدا، ويعيش وسط أمواج متلاطمة. الانضباط، عدم الانضباطية، هذه مشكلة كبيرة بين اللاعبين، وزي ما قال عبد الله غراب أنه أحيانا اللاعبين في
قبل المباراة يطالبون بمبالغ مالية، لاعبين أيضا يتغيبون على عن التدريبات، وعدم الحسم الإداري هذه مشكلة كبيرة أيضا. في أيضا لابد أن نكون صريحين أيضا مع عبد الله غراب أيضا، لأنه أخطأ في مباراة الهلال كما اعترفه في المؤتمر الصحفي. طبعا هناك كان مشكلة كبيرة في فريق الاتحاد، بدأت الآن بشيء من الأفول، وهي ارتفاع معدل أعمار اللاعبين. الآن بدأ الاتحاد يدخل فيه لاعبين شابة، عملية إحلال بالنسبة للفريق. طبعا قال كلمة مهمة عبد الله غراب، قال أنه اللاعبين تفكيرهم مشتت، وهذا يعني أنه ما هم مركزين لا في المباريات ولا مع المدرب ولا في التدريبات، وهذه نقطة مهمة. التركيز ليس مهما هو الجهد يا أستاذ رجاء، الجهد البدني، هناك أيضا جهد فكري، جهد تركيز ذهني وذهني، وهذا مهم جدا. صحيح. في نقطة مهمة، يمكن أنا عندي نقاط ثانية لكن بقول آخر نقطة وأخلي عشان الغياب أعضاء الشرف في الاتحاد. يعني إحنا شفنا في التقرير طاولة فاضية بالنسبة لاجتماع أعضاء الشرف، وغيابهم لابد من عودتهم في المرحلة المهمة هذه. طيب حسين، الاتحاد رغم كل المحاولات من الإدارة الحالية يبدو أنه يعاني من هذا الغياب الكبير لأعضاء الشرف، وكل المحاولات، لا أدري أولا كان لديك تعليق ثم بعد ذلك غياب الشرف، هل أثر بشكل واضح على ما تقوم به الإدارة الآن؟ أولا في البداية أودي أعلق على ما ذكره الأستاذ عيد الجهني، نعم، والكابتن عبد الله غراب. للأسف حقيقة من خلال تصريح الكابتن الأستاذ عيد والكابتن عبد الله غراب هو تنصل من المسؤولية. طبعا الكابتن عيد او الاستاذ عيد كان من العناصر التي الفعاله التي سعت في التعاقد مع اللاعبين الاجانب، وها هو مساعد المدرب يذكر ان اللاعبين الاجانب هم يعتبر الحلقه الاضعف في تركيبه نادي الاتحاد. اخوي رجل الله، نادي الاتحاد يمر مرحله، ليش هو كان يختار عيد الجاني كان من اختاروا اللاعبين؟ لا حقيقه انا ما ذكر الكابتن عبد الغراب مردود على نفسه، لا عبد الغراب وكذلك عيد، لأن عبد الله غراب كان مساعد مدرب عندما الاتحاد أحضر أندومة وعندما تفاوض معه، وكيف كان مطلع على مسألة التعاقدات اللاعبين الاتحاد. الأستاذ عيد أحضر للاتحاد لاعبين مصابين، يعني لا نضع كل الحمل العاهل على الأستاذ محمد بن داخل. نعم، إدارة الاتحاد تتحمل الجزء الأكبر باعتباره أنها صاحبة القرار إدارة النادي، أيضا أعضاء مجلس الإدارة الذين أنشقوا عن الصف الذي عمل به محمد بن داخل، وأصبح كل عضو مجلس إدارة يريد أن يتدخل وأن يكون له طولة في الفريق كرة القدم. أمام هذا الفوضى الإدارية التي عاشها نادي الاتحاد، بدل اللاعبين في عملية الإحباط، بدل اللاعبين في عملية البحث عن الجانب المادي، وشعروا أن نادي الاتحاد ينهار رويدا كابتن عبد الغراب وما ذكره في التحقيق والتصريح وعدم انضباطية اللاعبين، فأنا أعتقد يتحملها الجهاز الفني الذي هو أحد عناصره. لا، فريق الاتحاد في مبارتين اللي أشرف عليها كابتن الغراب أمام الأهلي خسر 3-1 وأمام الهلال يخسر 2-0 في اخطاء واضحه، كما ذكر الاستاذ عبد الكريم الفالح ان عبد الله غراب نعم يتحمل جزء اكبر في المباراه الاخيره تحديدا لعده اسباب. اشرك لاعبين غير جاهزين جاهزيه كامله، واحرجهم امام جماهير الاتحاد، امثال نايف هزازي الذي عاد من اصابه، ومحمد نور، وكذلك رضا تكر الذي غادر منذ سقوطه الاول في الدقيقه 22 عندما سجل نواف العابد الكره العكسيه. أين أحمد عسير يا كابتن عبد الله غراب عندما أشركت رضا تكر اللاعب الغير جاهز، اللاعب الكبير المخضرم الذي نقدره، لكن في دكة الاحتياط لاعب بحجم أحمد عسيري أثبت من مباراة إلى مباراة أنه لاعب شاب يستطيع أن يرتدي شعار الاتحاد. أيضا هناك لاعب أحمد أبو عبيد استبعد بفلسفة عبد الله غراب ويعتبر أنه لاعب قال غير مقتنع فيه فنيا، غير مفلس فنيا. هو قال انه اللعب خطة اللعب لا تتناسب معه. استاذ عبد السلام الكريم، الاتحاد لما تفاوض مع ابو عبيد عبد الله غراب كان من ضمن الجهاز الفني، اين راي الجهاز الفني في فوضات نادي الاتحاد؟
عبد الله غراب ذكر بعد مباراة الهلال ان اللاعب ندوم لاعب غير قادر على تنفيذ هذا الاتحاد. انا اذكر لك يا اخ حسين انه ماذا قال عبد الله غراب ولا اؤيد انا طيب. من المؤيدين لمشاركة بورديت للاسف 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 نادي الاتحاد يمر مرحلة على طريقة المثل الشعبي اذا طاح الجمل كثرة السكاكينه، فحتى ابنائه بدأت ينصلون من المسؤولية. شاهدنا لعيبة تمردون، شاهدنا لعيبة يبحثون عن جوانب مادية، شاهدنا جهاز فني من ضمن عبد الله غراب كان ينبغي ان يكون هو يبحث اللاعبين. اذا كان لاعب بحجم محمد ابو سبعان لاعب الكل شاد فيها النقاد والمتابعين والمدربين ولاعب احدى الركائز الاساسيه في فريقك طيب. لماذا لا تبحث عنه؟ لماذا لا تخاطب اداره النادي وتصر على عودته؟ ابو سبعان حسين ابو سبعان هو اللي غايب عن التدريبات، هو اللي غاب عن التدريبات. يعني مشكله مش مشكله الاداره او المدرب، مشكله نعم غياب اللاعب. اللاعب تصرف سيء. اللاعب لو وجد ان هناك انضباط وحزم من الجهاز الاداري والجهاز الفني ما اعتقد يتمادى في طيب. اي خطا. هذا ليس من هذا الاتحاد، هذا متعارف عليه في كل انحاء العالم. لكن اعتقد المدرب الحريص، احنا شاهدنا جريتس العام الماضي مع الهلال يبحث عن اللاعبين حتى في منازلهم يطمئن عليهم. لكن بالنهايه حسين في النهاية غياب اللاعب يعني أنه تطبق عليه عقوبة، أتوقع نعم. هذا لن يغيب عن الإدارة الاتحادية. وأنا سمعت أنه إدارة الاتحاد طبقت عقوبة راح توقف أبو سبعان نعم. حتى نهاية الموسم حتى طيب. يكون عبرة للاعبين الآخرين. واللاعبين الآخرين من يعاقبهم؟ اللاعبين الآخرين إذا أخطأوا يعاقبوا. من هم بعد فاصل سأعود لك حسين. أبو سبعان لم يستقدم على الخطوة هذا إلا أن وجد بعض اللاعبين تأخروا عن التدريبات. سأعود اسمح لي حسين فقط اسمح لي عبد الكريم سأعود طب. لهذه النقطة ولكن أذهب إلى